واحد بيقول ما هي الطريقة المرضية أمام الله لتوزيع الميراث طبقا للشريعة المسيحية التي ترضي الله، ويكون هناك رضا عن طريقه في توزيع الميراث بين المنتفعين. اولا، المسيحيه لم تضع نظاما للميراث خالص. واحد جه للسيد المسيح وقال له قل لاخي ان يقاسمني الميراث، قال له من اخى من عليكم قاضين او مقسم؟ تروح تحب اخوك. والانسان لو احب اخواته ممكن يعطيهم اكثر من قوانين الميراث. ولكننا في بلد تطبق فيه الشريعة الاسلامية في الميراث، من حيث ان الذكر له حظ الانثتين. ان كان الواحد يموت بدون ما يقول اي وصية هتنفذ عليه القاعدة العامة. إن أراد أن يأتي أولاده بطريقة غير حكاية الذكر مثل حظ الأنثيين، يوزع الحاجات دي قبل ما يموت، يوزع الحاجات دي قبل ما يموت. لكن لو مات هتطبق عليه الشريعة. ما يقولش الشريعة المسيحية بتقول إيه، الشريعة المسيحية ما جابتش سيرة للميراث، يبقى إيه؟ لم تضع نظاما للميراث. وكل ما هو موجود في كتب القوانين عن الميراث عبارة عن قوانين الملوك المسيحيين في عهد الدولة الرومانية، لكن في الكتاب المقدس مفيش، في قوانين الكنيسة مفيش.